تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي لمستر موسيماني ونشوف قال ايه بعد المباراه. بعد اذنكم اوكي تفضل. I said tonight was at least a chance for us to catch somebody on a counter attack in the last minute. انا تاني فرصه كان عندنا الماتش ده ان احنا هنلحق بعض الناس في المرتدات في اخر دقائق زي ما احنا شفنا كده. Because every time the goal that came in, it's a goal that comes. لأن اللي عملناه ده الجول اللي جبناه النهارده في الاخر ده طوالي ده الجول اللي بيتعمل فينا في كل ماتش. فاحنا مستمتعين باللي حصل النهارده الليله دي. ده بين الفرقه بتطلع لقدام بتهاجم نفتح ورا. اما ده في اخر ثلاث دقائق فرقه اسوان عملت كده فتحت ورا في ظهرها واستغلناها وسجلنا منها من مرتده. This is how frustrating it is for us when we always have people sitting back and catch. دي كانت بتحبطنا لما بتحصل حاجه زي كده بيلعبوا معانا تلاقي فرقه مقفله وبيستخدموا مساحات يعملوا مرتدات علينا واحنا نكون طالعين فاحنا يعني دي كانت بتضايقنا عملناها اللي كانت بتحبطنا نفذناها النهارده وسجلنا منها. Yeah, but this game is the same as the last three games we've been playing. بس الماتش ده زي اخر ثلاث ماتشات لعبناهم يعني. We score first, we control the game. نسجل وبنركب الماتش بنتحكم في ايقاع اللعب. We don't score the second goal. بس طالما ما جبتش الجول الثاني it will always create nervousness with the team. بتخلق نوع من انواع العصبيه للفريق. But we scored the second goal was much better. بس سجلنا الجول الثاني كانت افضل كان الموضوع الامور كانت احسن. And the opponents are thought after we scored the second goal they'll push on. وطبعا بعد ما جبنا الجول الثاني الفرقه ما كانش عندها اي حاجه غير تطلع قدام ترمي قدام على طول تطلع لقدام بيطلعوا بيزقوا لقدام. Yeah, we tried to score but we are cautious also because we don't want جول اجينست اس. احنا حاولنا برضه نسجل بس كنا في حذر برضه عشان مش عايزين يخش فينا اجوان فكان في حذر برضه احنا بنهاجم. But we cannot be unhappy we scored three goals. بس ما ينفعش نكون من السعداء النهارده احنا جبنا ثلاث اجوان النهارده سجلنا ثلاث اهداف. We got three points. وخدنا ثلاث نقط طول الماتش.